السؤال الثالث الذي تسأل عنه في قبرك. من نبيك؟ هو محمد. عليه الصلاة والسلام. ابن عبد الله. ابن عبد المطلب. ابن هاشم. وهاشم من قريش. قريش من العرب. العرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. له من العمر 63 سنة. محمد صلى الله عليه وسلم 40 قبل النبوة. تانوي أدوان فمنانينا يفكرتون تنون نعبامنانيز 23 نبيا ورسولا. علي أنا تنتينون روبون تويزيا سات فمناني زنجيرا من الله سبحانه وتعالى. هو نبي ورسول عليه الصلاة والسلام. يزديا سات إيرا كانوا فمنان. إلى ماذا يدعو؟ فمنان محمد صلى الله عليه وسلم دين تيكنون حنوين. يدعو للتوحيد. تيكنون يسحنوا من الله سبحانه وتعالى يزرعي. ينهى عن الشرك. من قال الأول سيفان كوسان. إلى من بعث؟ إله فمنان محمد صلى الله عليه وسلم وهنيا. إلى العرب؟ مو في إله نوال ورابوس. إلى الإنس؟ إله نبيس يزي وانون بينه. بعث إلى الثقلين الجن والإنس. رسول صلى الله عليه وسلم يفمناني إله نواني والبيس وان رجيم. كل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كفرا أكبر. زول بهيت زعم حريص سيف وعمس لكن فمنان محمد صلى الله عليه وسلم تسميم جاء زول زان ديا ما ديهم لا نفابير زان. اليهود والنصارى الذين في زمنه والذين في زمننا الآن بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به فهم على الكفر الأكبر مخلدين في النار خلود أبدي. بلغ هذا الدين ولم يكتب شيئا. فمنان محمد صلى الله عليه وسلم دينا فريدا كان في الإسلام على سرعة فننا من رجعته. هاجر من مكة إلى المدينة. يزدينا نفجرمونا بقى مكان دي المدينة. دينه واضح بين. نيفنونا زين ديس فمنان دي ما زابت مسرام يفون. لا يمكن أن نبتدع في ديني عليه الصلاة والسلام. مات النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بشر يلحق وما يلحق البشر. فمنان محمد صلى الله عليه وسلم يقول بيبس كازر مازنون بيل دي معافظ وزيدنا كنغاز معتكم أنا أقول بيل معتيا بيل.